الشرطة تلقي القبض على رجل اقتحم منزل رهانة ليطلب يدها. مواقف المعجبين مع النجوم لا تنتهي. رهانة تتعرض لموقف مؤخراً. معجب اقتحم منزلها وطلبها للزواج. اضطرت لطلب الشرطة بعدما فشل فريق تأمين منزلها في معالجة الأمر، وواجهت النجمة العالمية رهانة موقف مخيف خلال الأيام الماضية. فقام رجل غريب باقتحام منزلها ليس بهدف السرقة أو القتل، لكن اتضح أنه معجب جاء لمنزلها بهدف طلبها للزواج. وعن تفاصيل الحادث اتضح أن المعجب سافر من ولاية ساوت كارولينا وحتى منزل رهانة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. فور دخول الرجل المنزل تعامل معه فريق تأمين منزل رهانة وطالبوه بمغادرة المكان وعدم العودة للمنزل مجددا، لكنه أصر على موقفه فاضطروا للاتصال بالشرطة التي اعتقلته فور وصولها. حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة خاصة بوضع المعجب القانوني، لكن عدد من محبي رهانة ومتابعيها توقعوا أنه من الممكن أن يقوم المعجب بتوقيع تعهد بعدم التعرض لها. رهانة تعيش الآن الشهور الأخيرة من حملها، فكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لايف مي أب، وقدمت أغنيتها المرشحة للأوسكار على المسرح بأداء تاريخي على مسرح الأوسكار. ولفت للانتباه اختيار رهانة أزياء ضيقة كشفت عن حملها وظهرت على ريد كاربت بهذا الفستان، والتقطت العديد من الصور كشفت عن وصولها لمرحلة متقدمة من الحمل. وعندما صعدت للمسرح اختارت قميص أسود مزخرف وقفازات سوداء بطول الكوع.